بعضها يستحق ثروة وبعضها لا يباع سوى بالمزادات. في هذه الحلقة سأعرض عليكم أغلى بيوض الحيوانات في العالم، وسأخبركم عن منتجات غريبة وغير معروفة وقيمة. هيا بنا. كافيار الألماس. ليس سراً أن الكافيار ليس بالمنتج الرخيص، فعلبة عادية من الكافيار الأحمر المستخرج من سمك السلمون الوردي لن تسمح لك بصناعة أكثر من 3 شطائر وستكلفك الكثير من المال. لكن ما بالك بالكافيار الأسود الذي يسمى الذهب وسمي بذلك تيمناً بالنفط؟ يعتقد الكثيرون أن الكافيار الأسود هو أغلى صنوف الكافيار. النوع الأثمن هو الكافيار الألماسي الأبيض. هذا الكافيار يضاهي الألماس بسعره المرتفع، تبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد حوالي 34,000 دولار ونصف، وهذا السعر يعادل 3 أضعاف سعر الكافيار الأسود نظراً لقيمته الباهظة للغاية. تم إدراجه في موسوعة جينيس باعتباره الأغلى تكلفة في العالم. وبما أن الكافيار هو بيض السمك، يمكن أن نسميه أحد أغلى أنواع البيض في هذا الكوكب. مصدر هذا الكافيار الملكي هو إيران، بحيث تفرخ هذه الحيتان الصغيرة المحقاء البيوض، ومن هنا جاء اللون الأبيض غير العادي. إن وجود هذه الحيتان نادرا ومحدود، وهذا سبب تكلفة بيوضها الخرافية. لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي لذلك، فإن هذه الحيتان تبدأ في التكاثر في أواخر عمرها، بالتالي كلما تقدمت بالعمر زاد سعر الكافيار. يؤكد الذواقون الذين جربوا هذا النوع أنه مميز، ولا تمت رائحته إلى السمك إطلاقا، ومذاقه كحبات اللوز. كما أن قيمة عناصر الطاقة التي يحتويها تتفوق بمراحل على جميع منتجات اللحوم.